السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، رمضان مبارك عليكم. نبدأ وياكم بالواجهات الرسومية. أول درس لنا بالكيوتي راح نسوي زر، يعني بس مثال هلو وورد. طبعا هاي الابليكيشن دائما مكرر في كل المحاضرات العالمية انه احنا نسوي هلو وورد، بس حتى نجرب انه الكيوتي عندنا دي يشتغل والاي دي ما عنده اي مشكلة ويا الكيوتي. طبعا بالبداية راح نسوي import للسيستم. import للسيستم هذا هو ماجل عائد للبايثون. بعد ذلك من from راح نجيب من الماجل pyqt4 راح نجيب qt gui اللي هو الدالب داخلها داخل الماجل. راح نسوي import لكل شيء. لاحظ هذا الستار بمعنى import لكل شيء، كل اللي موجود بالمكتبة جيبه. فراح نسوي دالة اسمها راح نسوي متغير اسمها app. هذا المتغير يحتوي على الدالة اللي موجودة بالباي qt for للجي او اي اسمها qt application sys.argv. هذا اعتيادي، يعني ما جبته من يمي، وانما هي مكتبة في داخل من ضمن الماجل. فانت بس مجرد بداية انه حتى تسوي application لازم تستخدم qt application qapplication.sys.argv. بعد ذلك راح اسوي زر اللي هو button. البوتن هذا يحتوي على q push button، اي بمعنى انه زر للضغط. هذا الزر للضغط راح يحتوي على نص، النص هذا هو hello world وما يسوي اي شيء، none. بعد ذلك هذا الزر اللي جبته من هاي المكتبة متغير، اجي هذا الزر اسوي له show، عرض، يعرض لي. بعد ذلك يسوي لي تنفيذ للابليكيشن البرنامج. خلينا نجرب. رايت كليك ران. لاحظ طلع لي هذا الشيء اللي صغيروني كلش كلش، والله حرام اذا انتم تشوفوه او انا اشوفه. اوكي هذا بوتن، لاحظ اضغط عليه كليك هو بوتن. هذا البوتن بداخله هلو وورد وهذا هلو وورد دوت باي. اذا انا قدرت اسوي ابسط زر، هذا الزر موجود في داخل بايثون، لكن هذا الزر ما يعمل لانه نان، ما موجود بها اي امر. فهي هي الفكرة انه انا حاليا قدرت اعمل زر، هذا الزر موجود بها هلو وورد. خلينا نشوف الوقت المتبقي. اوكي دقيقتين. زين طبعا احنا برنامج ما راح يكون بس هذا، لازم نسوي برنامج بعد اكثر احلى اجمل. فراح ناخذ مثال اخر اللي هو الويندو. اوكي احنا قدرنا نسوي زر بداخل واجهة الكيوتي. اذا حبينا نسوي نافذة، اذا لازم نروح على الويندو. راح نسوي لنا كلوز. اوكي راح نسوي لنا ويندو نافذة. هاي النافذة نعمل امبورت. لاحظ امبورت تسوي للسيس، هذا ما يحتاج اشرحه، شرحته بالسابق. هذا نفس الحالة تكرار. لاحظ هذا ايضا تكرار، متغير A متغير يساوي لي هذا الكيو ابليكيشن اللي انا يعني شرحته بالمثال السابق. بعد ذلك اجي اقول له W يساوي لي كيو ويجت. ويجت هي مثل، خلينا نقول شو مثلا الويجت، مثل نافذة، افهمها على شكل انه نافذة. فانا اجيب هذا الدالة اللي موجودة من ضمن هذا الماجل اللي هو كيو ويجت، W يساوي لي كيو ويجت اللي هي النافذة. هاي النافذة لازم اسوي لها شنو؟ حجم. فاني من اجيب النافذة، زين هاي النافذة حجمها شقد، فلازم اني اسوي لها شنو؟ ريسايز، تحجيم، اعادة تحجيم. حجمها راح يكون 320 كعرض وكطول 240. بعد اني ما سويت هاي النافذة اجي اقول هاي النافذة set window title، اي بمعنى هاي النافذة لازم تحتوي على شنو؟ تحتوي على عنوان. العنوان سميها hello world. بعد ذلك هاي النافذة اعرض لي اياها. بعد ذلك sys exit اطلع لي من البرنامج. اوكي هسه لو احنا حاطيك 5 ثواني للواجهة هاي، 1 2 3 4 5، تقدر توقف الفيديو خلال العد وتسجل، والتحت ايضا 1 2 3 4 5. فلو اجينا نعمل تنفيذ run راح نلاحظ انه احنا ظهرت عندنا الواجهة هاي اللي هو widget. هذا هو الwidget، هذا الابيض هو widget. اوكي فالتايتل لاحظ hello world بعلامة تعجب. فطبعا انا اكرر مرة الاخ اسفي، يمكن اللغة العربية مالتي غير جيدة. ف
ان شاء الله تكونون تفهمون من الـ من الـ من الـ من اللهجه او من طريقه الكلام. فنرجع لموضوعنا، فاذا انت حبيت تعمل ويدجت، ذاك المثال كان زر، لكن هذا المثال لا، ويدجت اي بمعنى نافذه. انت سويت هسه نافذه، هاي النافذه فارغه بعنوان هالو وورد. ممكن انت تغير هاي النافذه الهالو وورد، مثلا راح اكتب بيها اسمي، لان اني معجب باسمي كثير، محمد عيسى. شوف ايش قد حلو. رايت كليك ران، لاحظ انه اني تغير عندي محمد عيسى، وهاي هي النافذه مالتي. طبعا الكيوتي الحلو بيها انه انت حتى لو خليت هنا ازرار، النافذه تكون ريسبونسيف. ريسبونسيف بمعنى انه الازرار هنا تستجيب لحجم النافذه، يعني من تكبرها ممكن الازرار تكبر، ومن تصغرها ممكن الازرار تصغر. طبعا ممكن تعمل الازرار فيكست ثابته، يعني اذا كبرتها وصغرتها تبقى على نفس الحجم. هاي طبعا بدروس متقدمه بالكيوتي. فلهنا احنا راح نوقف الدرس مالتنا للويندو، ونلتقي ان شاء الله بدرس اخر من كيوتي الواجهة الرسومية للبايثون. مع السلامة.